راضي راح عليه الويكند وهو ساعد جدتها تنزل من على الشير. ليش؟ عشان ركبت باص لسكاي دايفنج بالغلط. ليش؟ عشان راضي تأخر عليها ساعة وكانت بتروح عليها الطيارة. ليش؟ عشان هو ساير في الدرب يشلها اختربت بريكات موترة. ليش؟ عشان يوم اشترى قطع الغيار بدون غلافها الأصلي رافي ما سأل ليش. دايماً اسأل ليش واختار قطع نيسان الأصلية عشان ما يراعي نيسان إلا نيسان. بدعم من شرطة دبي.